انا بتكلم على مليارات، صفقات ضخمه جدا زي راس الحكمه، زي مشروعات اخرى كثيره. استاذ حسام، يعني الناس بتتكلم بتقول طب ايه الاسعار دي؟ الاسعار ضخمه جدا، الاسعار كبيره، احنا بنتكلم على حاجات بقت ب 100 مليون و200 مليون. هل وسنه عن سنه الاستثمار في الساحل الشمالي هل ما زال مجديا بالنسبه للمستثمر للمواطن اللي عنده بعض الاموال والمدخرات؟ طبعا هو للمستثمر طبعا لازالت مجديه طبعا، والا ما كانش الاقبال الكبير اللي حصل. المطور مبدئيا من المطور، اما بتكلم عن المستثمر كمطور، احنا بنتكلم عن المستثمر اللي هو المواطن اللي بيشتري وحده، نفس الحكايه برضو لازال يعني بيكسب كويس جدا ان هو يشتري وحده ويبيعها. انا عايز اقول في حكايه الاسعار ان هي الاسعار يعني الاسعار اصلها عرض وطلب، فاللي بيحط سعر بيحط لان شايف ان في طلب هيدفع السعر ده. بس انا عايز الفت النظر لحاجه، ان احنا ربنا كرمنا ببحر متوسط كبير جدا من عند بورسعيد ودمياط، ويعني فاحنا مش عايزين نركز ان كل الناس تركز في الفيلا ب 200 مليون و100 مليون، لان احنا عندنا شواطئ تانية نهتم بيها ونعلى بيها واسعارها كده كده ما فيش الطلب اللي يخليها تطلع لهذه الارقام، ونحسن الجوده بتاعتها عشان ما يبقاش الضغط كله على حته صغيره. انا عايز هنا يفضل بالعالي زي ما هو مفيش مشكله، بس اطور للناس الحاجات التانيه. يعني بورسعيد ممكن ترجع مصيف كويس، ابو قير ممكن ترجع مصيف كويس، اسكندريه ممكن ترجع مصيف كويس، كل ده انا لازم. دي محتاجه فنادق برضو، محتاجه هي دي خلاص بقت صعب تعمل فيها فنادق، اللي هي لان هي اتبنت خلاص، اللي سهل هنا، اللي هناك ده اتبنى خلاص. وبالتالي انا اركز حاجة بتتكلمي على المواطن اللي عايز يطلع يصيف او يشتري حاجه رخيصه، طب انا احسن له هناك ويروح برضه هناك يشتري وهيلاقي السعر الرخيص. هنا الموضوع عرض وطلب، انا عايز اصلا هنا يبقى مصدر لتصدير عقار. يعني انا مش هزعل ان يبقى في 200 مليون، بس احسن يبقى 200 مليون دولار. فهم انا عايز هنا ان انا لما هجيب سياحه فعلا وهبني سياحه هبقى معظم المشروعات السياحيه في اي حته في العالم اللي بيشتري السايح هو بيجي بيقعد عجبته بيطلع المطور يشتري عقار. وده سؤالي، يعني لما بتشوف في شمال البحر المتوسط في اسبانيا في اليونان في غيره السياحه تسبق العقار زي ما حضرتك قلت، وبالتالي ممكن السائح اللي بيجي يقعد في فندق مثلا سنه ورا سنه يقول لك ايه طب ما اشتري بيت. بالظبط، هنا احنا عايزين السائح كمان هو اللي يشتري بيت مش فقط. وحكي يعني درسناها شركات بره، كان قاعد مع مطور عقاري بالخارج، هو بيلاقي فعلا ان لحظه التوقيت اللي فيه وصول اجانب هو اعلى مبيعات، يعني جايين سياحه الفتره دي هو احسن فتره بيعمل فيها مبيعات. لما هنزود الفنادق والطيران يزيد، الطيران اللي بيجي عليه ناس 3 نجوم و4 نجوم، فانت هتلاقي حضرتك كم كمان العرض، زي ما كنا بنتكلم انه كم العرض من اساليب الاقامه سواء كانت شقق او سواء كانت فنادق، اسعار هتنزل هتبقى في متناول الناس. يعني دلوقتي اسعار الفنادق غاليه، احنا طبعا يعني انت الغردقه بربع سعر الساحل دلوقتي الاسبوع ده، يمكن عشان الحر والجو نفس المستوى الفندق. لا الجو حلو جدا في الغردقه، بس هو عشان هنا بيشتغل شهرين ثلاثه بس فبيحاول يعلي عشان الاستثمار. كل حاجه بتبقى غاليه هنا يعني لانه بيشتغل شهرين ثلاثه بس. لو احنا مدينا المده ولو احنا كترنا في السياحه هيبدا العقار، الناس اللي عندها وحدات سكنيه تشتغل على الاير بي ام بي، تشتغل تشتغل تنزل فنادق وتنزل العقارات دي، هتلاقي السعر في متناول برضو المواطن والسائح، فهتلاقي الغالي موجود والرخيص موجود.